من جديد ده بجد التحيه بالكابتن ايمن وضيوف الكرام وكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان عقب نهايه اللقاء المريخ السوداني والنادي الاهلي بتعادل ايجابي بهدفين لكل فريق. يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد ظروف صعبه واجواء ويعني مهم جدا ان انا لما اكون مش في يومي اتجنب الخساره وشخصيه النادي الاهلي موجوده وانك تلعب لاخر دقيقه. لا يمكن يعني دخلنا الماتش وحش جدا وقدمنا شوط كان صعب قوي بالنسبه لنا وخسرنا 2 وكان ممكن كمان بالبنالتي اللي ضاع ده النتيجه تبقى اكتر يعني، لكن في النهايه يعني قدرت ان انت تخش الشوط الثاني بشكل افضل شويه يعني وقدرنا ان احنا نحقق التعادل. ايا كان مرحله المجموعات خلاص بتبقى ليها هدف كبير اللي هو الاساسي اللي هو الصعود يعني احنا حققناه يعني هنبص بقى في الفتره اللي جايه هنستنى القرعه وهنشوف مين اللي هتيجي لان الموضوع حسم في مجموعتنا حسم خلاص بتكلم على اول وتاني يعني مين اللي هيبقى في طريقك بقى في المجموعات التانيه هنستنى القرعه بتاعتنا. لكن عندنا مباراه مع سيمبا برضه عايزين نشوفها بشكل كويس عدد كبير من اللعيبه عايزين نخشها بشكل كويس ثم مباراه الكاس ومباراه الزمالك في الدوري باذن الله. كابتن سيد يعني دايما ما بتخلقش مبررات لكن واضح من صوت حضرتك انت غير راضي عن الاداء، حققنا هدف اللي هو الصعود لكن يعني مش هنقول النادي الاهلي كان الكوره. بص الكوره كل يوم بتدي لك نفس الدروس يعني كل يوم نفس الدروس ما فيش حاجه بتتغير في المنهج هي يعني هتخش دايما محترم الخصم وبتقدر وبتلعب بشكل كويس قوي ومستعد كويس وهتبقى ليك شخصيتك وليك تواجدك يعني فدرس برضه في الكوره تمام. لكن يحسب ايجابيا ان انت بترجع بره ملعبك وانت خسران 2-0 بترجع وكان ممكن كمان لو في وقت شويه كنت ممكن تتغير النتيجه كده لكن في النهايه خلاص مباراه بتنتهي بحلوها وبمرها هدفك الكبير اتحقق. كنت بتتكلم على ان انت تتصدر المجموعه لكن انا بشوف في البطولات الافريقيه والبطولات الكبيره يعني دايما يعني المباراه بحالتك يعني ايه بحالتك يعني النهارده ممكن تبقى حالتك ما كانتش كويس كنت ممكن تخسر وتخسر زي ما حصل في الشوط الاول وممكن تبقى بتقابل تيم كبير جدا وحالتك كويسه جدا والامر بالنسبه لك بيبقى عادي يعني. السنه اللي فاتت خرجنا برضو او صعدنا من نفس الملعب ده لعله يكون فال حسن ان شاء الله الرحمن على المجموعه الثانيه وكنا الثاني برضو وفي 2013 يعني كنا بمجموع نقاط 11 مش عارف ممكن ربنا سبحانه وتعالى يكون في اخر ثلاث بطولات خدناهم ثلاث بطولات كنا وصلنا في دوري المجموعات للرقم 11 يعني السنه اللي فاتت في 2020 وفي 2013 برضه وفي 2012 هو فال ممكن يبقى حسن ان شاء الله الرحمن لكن في النهايه اللي عايز ياخد بطوله افريقيا بالتاكيد هيقابل فرق كبيره ولها تاريخها ولها مكانتها في بلادها يعني. اقفل الصفحه ومن اول السطر وهنخش على مباراه سيمبا بشكل مختلف وشكل جديد يعني ان شاء الله وفي نفس الوقت تستعد بقى المرحلة يعني هتبقى واخده الشوط او فتره اطول في الدوري والكاس يعني. كابتن سيد يعني من وجهه نظرك الفنيه شايف ان توقيت الهدف الاول للنادي الاهلي اتاخر شويه كان في كوره في بدايه الشوط الثاني لمحمد شريف اعتقد لو النادي الاهلي احرز من هدف كانت غيرت شكل الشوط الثاني. بص يعني ممكن في المباريات بيبقى في نقط تحول لكن في النهايه زي ما قلت لك يعني ممكن تجيبوا الجول ده ولا قدر الله كان ممكن يدخل في الجول على حاجه ثانيه يعني لكن وممكن لو في 5 دقائق كمان يعني ممكن تكسب يعني. مش عايز اتكلم بقى خلاص على المباراه انا قدمنا شوط وحش جدا الشوط الاول وحش جدا 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 قدرنا ان احنا نرجع الشوط الثاني بشكل احسن وتعادلنا يعني لكن ايا كان الوضع انت صعدت وهتبص على المواجهات اللي جايه يعني هتقابل بقى مين هتقابل استعدادك لها ايه لسه فيها فتره عندنا تتكلم في شهر 4 ما فيش حاجه خالص في شهر 4 غير باستثناء مباراه سيمبا ثم في مايو بقى دور الثمانيه ان شاء الله. كابتن سيد دايما تصريحاتك وقوه الدفع الابتدائي للاعبين بتبقى مصدر دفع قوي جدا بعد مباراه سيمبا قلت احنا اللي حطينا نفسنا في الموقف دوت لكن احنا قادرين ان احنا نطلع منه. النهارده بتصعد رسمي الفتره اللي جايه هتقول للعيبه ايه خاصه داخلين على مرحله ادوار اقصائيه. بص انا برضو زي ما قلت لك ما بحبش افكر في رقم 3 وانا لسه ما عدتش على رقم 1 و2 يعني نخلص سيمبا يعني نقفل المجموعه بتاعتنا كده يعني لسه ذات اهميه طبعا يعني فيها ليها معاني شويه برضو عايزين نحققها ولينا وجوه برضو عايزين نشوفها اكيد يعني كجهاز فني يعني لكن خلينا بقى ننتظر لحد مباراه سيمبا ما تخلص كده ثم نقفل الملف الافريقي مؤقتا يعني ونستعد للملف المحلي سواء كان دوري او مباراه النصر في الكاس ان شاء الله. كابتن سيد بنشكرك ونقول مبروك على الصعود وبالتوفيق في اللي جاي. شكرا جزيلا شكرا. كابتن ايمن لقانا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي عقب
اللقاء بتعادل ايجابي ما بين الاهلي والمريخ بهدفين لكل فريق، وصعود النادي الاهلي رسميا برفقه سيمبا الى دور الثمانيه. من جديد تعود الكلمه للكابتن ايمن شوقي وضيوفه الكرام.